رئيس ماهر والرئيس هاني، كيف احوالكم؟ الحمد لله. جميله المنيا ما شاء الله، جميله بوجودكم يا استاذ احمد، بديعه بوجود بناسها. يا رب يخليك. الله يخليك. يا رب يخليك. عايز اتكلم عن مكرم المنياوي. مكرم المنياوي تحديدا هو شخصيه بالنسبه لي طول الوقت تدعو للتامل والتفكير، وانتوا يا اولاده وكنتوا مشاركين معاه فنيا، فعايزين نعرف مكرم المنياوي. مين مكرم المنياوي على المستوى الإنساني؟ طبعاً احنا عارفينه هو علم من أعلام الفن الشعبي في مصر بشكل عام، وهو لو احنا بندور على شمال الصعيد فبنتكلم هو علم من أعلام الفن في شمال الصعيد يعني. فمين مكرم المنياوي؟ احكي لي كده. والدي الله يرحمه كل القرية عندنا تحبه، هو اللي الجمهورية كلها تحبه الحمد لله يا استاذ احمد، بس القرية عندنا يعني زعلت جدا، او الناس زعلوا جدا على وفاة ابوه. انا شفت فيديوهات التشيع بتاعته كان فيها ناس كتير جدا جدا يعني. جدا يا استاذ احمد، وشيعوا المسلمين ومسيحيين في نفس الوقت. مسلمين ومسيحيين كانوا زعلانين على والد الله يرحمه. لكن فكرة الشيخ مكرم المنياوي دي جاية ازاي بقى؟ هو عامة هنا في وجه بحري يعني من بني سويف ومبحر يقولوا له يا ريس مكرم. الرئيس بالظبط، الرئيس مكرم. انما من اسيوط وسوهاج ومجبل يندهوله يا شيخ مكرم. يا شيخ مكرم، يا شيخ مكرم. ايوه، بالنسبه لان هو كان على طول بينزل يعمل موالد جبلي كتير. كان بينزل موالد دينيه قبطيه وموالد دينيه اسلاميه. كان يروح مولد العذراء، مولد العذراء صملوط، مولد مدمسيس، وله جمهور من الطرفين. طبعا. وكان عنده، كان عنده كوليكشن مديح ما بين الاثنين كده يعني. فعلا. يعني يمدح السيده مريم ويمدح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه مش كده؟ طبعا، مدايح مسيحيه ومدايح اسلاميه. عاش طول عمره ينده بالوحده الوطنيه يا استاذ احمد. احنا برضه بتوع زمان.